في الأرباع الثلاثة الأولى للعام الجاري بلغ إجمالي حجم اللوجستية في الصين 202 تريليون و500 مليار إيوان، بزيادة بنسبة 2.0% على أساس سنوي. وشهد حجم اللوجستية انتعاشا سريعا منذ بداية الربع الثالث، مما عوض الانخفاض في النصف الأول. بقي سير الأعمال اللوجستية في الربع الثالث على اتجاه إيجابي. من حيث الطلب تحسن الهيكل أكثر، والطلبات اللوجستية الصناعية تستأنف سريعا، خاصة الطلبات اللوجستية في صناعة التصنيع الرفيع. وشهدت الطلبات للوجستية المتعلقة بمعيشة الشعب نموا مستمرا في الربع الثالث بفضل انتعاش الاستهلاك القوي. وفي الأرباع الثلاثة الأولى زاد إجمالي حجم الخدمة اللوجستية المتعلقة بمواد المؤسسات والمواطنين بنسبة 12.9% على أساس سنوي، وزاد إجمالي حجم الخدمة اللوجستية للواردات بنسبة 9.4%. الخدمة اللوجستية المتعلقة بالمواد الاستهلاكية نمت بشكل أسرع، وهي قوة محركة جديدة لتنمية الصناعة اللوجستية. وحافظت الخدمة اللوجستية للواردات على نمو سريع أيضا، مما يعكس نمو الطلبات السريع في السوق الداخلية، في الوقت الذي لعبت فيه الصين دورا مهما في دعم الاقتصاد العالمي.